انضم الينا من نابلس مراسل غد خالد بدير. اذا خالد، التفاصيل والمعلومات المتوفره لديك حول ما حدث بمخيم بلاطه واستشهاد عماد حشاش. نعم كوثر، صباح الخير. صباح هذا اليوم تحديدا ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لتنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات. خلال هذه العملية تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين. على الفور بادر جيش الاحتلال الإسرائيلي برفع وتيرته الأمنية بإطلاق النار بصورة عشوائية على منازل الفلسطينيين وصوب الفلسطينيين المتواجدين في زقاق هذا المخيم، وهو المخيم الأكبر والأكثر انتشارا من بين مخيمات الضفة الغربية. أطلق وابلا من القنابل الغازية وأصيبت سيدة واعتقل شاب فلسطيني. في غضون ذلك كانت هنالك إصابة للطفل عماد حشاش 15 عاما برصاصة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية قالت أن الفتى وصل بحالة حرجة للغاية بعد أن أصيب برصاصة مباشرة في منطقة الرأس. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الذي حدث صباح هذا اليوم ينضم إلينا شقيق الشهيد عمر، عظم الله أجركم. إيش اللي صار صباح هذا اليوم في مخيم بلاطة؟ الجيش على مخيم بلاطة صار إطلاق نار قبل شبان مخيم بلاطة على الجيش. أخوي طلع على السطح، طلع على الجيش يعني شو اللي صار، أو أخوي يعني براسه جت رصاصة. يعني هو كان في البيت مش في البيت، على سطح البيت. اخوه يعني براسه اللي صار. اجراءات التشييع وكيف بتنظروا للي صار في بلاطه، سيما وانه الجيش اطلق الرصاص بصوره عشوائيه بصوره مباشره؟ بدنا نحكي حسب الله ونعم الوكيل فيهم. شكرا جزيلا لك. ينضم الي ايضا في هذه اللحظات من عائله الشهيد في هذه اللحظات الاستاذ خالد عبد الرحمن. يعني شهيد جديد في مخيم بلاطة وفتى لم يتجاوز 15 من عمر، رحمة الله عليه، الله يرحمه. إيش اللي صار؟ اللي صار أنا جاني الخبر تقريبا الساعة 4:30 الفجر، رنوا علي أنا من سكان قرية عريف إنه شاب مستشهد ورصاصة في رأسه، إنه كان طالع يعني طفل طالع يتفرج، يعني سمع صوت إطلاق نار طلع يتوجه على السطح يتفرج كأي شخص يطلع يتفرج، واجت رصاصه وهو في بيته يعني امن، لا اعزل لا طلع لا راح ولا اجى. وبعدين طفل يعني يتيم الله يرحمه امه، مش عارف بدي احكي لك، لما توفت امه كان توصى عليه تقول لي دير بالك على عماد الله يرحمها، عمره كان 3 سنوات. يعني طفل شو شاف في حياته، هاي جريمه يعني نكره، جريمه قتل، يعني اعدام طفل عمره 15 سنه، شو شاف من حياته زي هيك. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد عبد الرحمن من عائلة الشهيد. مصادر وفصائل العمل الوطني وفعاليات مخيم بلاطة أعلنت الحداد العام والشامل في المخيم هذا اليوم. الآن جثمان الشهيد هنا داخل ثلاجة الموتى برفقة الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح للجثمان، على أن تنطلق مسيرة، طبعا أن تنطلق مسيرة التشييع تمام الساعة 10. الجثمان هنا لاستكمال طبعا كافة الإجراءات في هذه اللحظات في المشفى. رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية أكد أن ما حدث هو جريمة ويجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي. حركة حماس أصدرت في بيان لها أن الدماء مستمرة، وهذا تأكيد على صحوة الضفة الغربية في مقارعة الاحتلال. ما حدث في بلاطة والاشتباكات المسلحة لربما هي الأولى منذ سنوات، وتأتي في تعقيب استشهاد 4 شبان الأسبوع الماضي في مخيم جنين. كانت هنالك مسيرة لعدد من المسلحين في عدد من مخيمات الضفة وأبرزها مخيم بلاطة وكذلك أيضا مخيم جنين. كان هنالك تأكيد بأنه سيتم الاشتباك بصورة مباشرة، والتأكيد على أن البندقية الفلسطينية لن تحيد عن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته حملات المداهمات، تنفيذ حملات الاعتقال التنكيل والتنغيص والإجراءات التعسفية التي تمارس بحق الفلسطينيين. نعم. هذا المخيم هو الأكثر كثافة، تعرض صباح اليوم لحملة شرسة من قبل جيش الاحتلال قبل أن ينسحب ويعلن عن استشهاد الطفل الفلسطيني عماد خالد حشاش 15 عاما من مخيم بلاطة. خالد بدير مراسل غد كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك.